وعلى هامش حوارات الابتكار، قال سعادة مالك المالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير عضو مجلس دبي للإعلام إن نسبة نمو التراخيص الممنوحة للمؤسسات الإعلامية في مدينة دبي للإعلام خلال العامين الماضيين تجاوز 20%. نسبة نمو قطاع الإعلام من بعد الجائحة يمكن في قطاع المؤسسات الإعلامية ودخولها، ونتحدث عن عدد التراخيص في كمثال مدينة دبي للإعلام يمكن تجاوز 20% في خلال السنتين الأخيرات، وعدد تقريبا الرخص اللي هي نحن نتكلم عن المهن الحرة اللي هي رخص المواهب في قطاع الإعلام يمكن في سنتين تجاوز 80% تقريبا بمعدل 40% سنويا، وهذا مؤشر كبير على نسبة أو استمرار نمو هذا القطاع في خلال الفترة الأخيرة، والمتوقع ككل كاقتصاد إعلام في المنطقة راح يتجاوز تقريبا 7 و8% متوافقا مع التقدم اللي تشوفه والنمو اللي نشوفه في دول العالم المتقدم. هذا بالنسبة لقطاع الإعلام. والتكنولوجيا طبعا ما يقل عن هاي النسب، شهدنا يمكن دخول شركات متوسطة وصغيرة، والتركيز الفترة القادمة راح يكون على دخول الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وكذلك الإعلام.